ولا المعرفة الحقيقية إن عندك هرمون ما بيتفرسي ما بيتفرس إلا من الساعة 10 لحد الساعة 4 يعني لازم هتقوم صليقي <applause> لو أنت ضيعت وقت النوم ده أنت وقت راحتك اضطرابات الأمعاء اللي بتسبب بصي اكتئاب وسواس اه، 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 تشتت اه، عدم راحة والله لو كفاك ما فيش لكن لو أملت نفسك على الساعة 10 أنا نايم حتى خد التلت التاني ما تاخده كله وتقوم على السعر بعد خلص قرانك وقيامك ووردك وصلاه فجرك وتقوم غير البركه في البكور والله الصلاه تعلم تنظيم الوقت الصلاه على وقتها تعلم تنظيم الوقت